اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، ربنا جل جلاله يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فسر الشيطان بأنه رمز معنوي لقوى الشر، فسر الشيطان بأنه تعبير عن وساوس النفس، فسر الشيطان بأنه جهد الطرف الآخر للصد عن طريق الله عز وجل. هذه التفسيرات أخرجت الآية عن مضمونها وأخرجتها عن مدلولها الصحيح. يقول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. من خلال هذه التأويلات التي ميعت الآية، من خلال هذه التأويلات التي فرغت مضمون الآية، أصبحت هذه الآية غير ذات مضمون وغير مفهومة وغير مدلول عملي لها. أيها الإخوة الكرام، في الحقيقة المؤيدة بالنص، الشيطان حقيقي وليس معنويا. نعتقد جميعا من خلال الكتاب والسنة أن الشيطان حقيقي وهو عدو لنا، أما أن نفهم أنه جراثيم كما يدعي البعض ورمز للشر كما يدعي البعض، فهذا ليس من الحقيقة في شيء. الشيطان من الجن، قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الشيطان من الجن فسق عن أمر ربه. ونحن أيها الإخوة الكرام نعتقد بوجود الجن والإنس، والشيطان من الجن، ومع كل إنسان شيطان وملك، ومع كل إنسان شيطان وملك، بل إن الشيطان والملك اللذين كانا مع الإنسان من أجل أن يتم الابتلاء، نحن في دار ابتلاء، قال تعالى: إنا كنا مبتلين، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بل بعضهم يقول إن علة وجودنا على وجه الأرض الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من أن نمتحن. إن الدنيا بأكملها دار امتحان، دار ابتلاء، دار تعبير عما في النفس. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود الذي ورد في صحيح مسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. ما منكم من أحد، تفيد استغراق أفراد النوع، إلا ما منكم من أحد إلا وقد وكل قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: يا رسول الله وإياك؟ قال: وإياي، ولكن الله عز وجل أعانني عليه فلا يأمرني إلا بالحق. والآية الشهيرة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صار هناك شياطين للإنس وشياطين للجن. فالصديق إذا أمرك بمعصية، إذا أغراك بمخالفة، إذا حببك إلى الدنيا،
إذا زهدك في الآخرة فهذا من شياطين الإنس، فإذا جاءت وسوسة تدعوك إلى معصية، تدعوك إلى دنيا على حساب الآخرة، تدعوك إلى مخالفة، فهذه الوسوسة من شياطين الجن. فالإنسان بين إلهام ملك ووسوسة شيطان من الجن أو الإنس، وهذا من لوازم الابتلاء، من لوازم الابتلاء. أنت مبتلى في الدنيا، أنت مبتلى، أنت ممتحن. أيها الإخوة الكرام، وللشيطان كما ورد في القرآن الكريم ذرية ويتكاثرون، قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء. إذن الشيطان له ذرية، وذرية الشيطان تتكاثر. أيها الإخوة الكرام، الذي يعنينا أن هذا الشيطان الذي وصفه الله بأنه عدو لنا مبين له أساليب ذكية جدا في تعامله مع الإنسان. بعض العلماء الأجلاء رحمهم الله تعالى ذكر أساليب الشيطان في مدخله على الإنسان، فقال هذا العالم الجليل: الشيطان يسعى أولا لأن يكفر الإنسان أو يحمله على الشرك، فإن كان هذا الإنسان من المسلمين وامتنع عنه، امتنع عليه، سلك معه الشيطان طريقة أخرى. أول هدف من أهداف الشيطان أن يحملك على الكفر أو الشرك، فإن لم يفلح وامتنعت عليه سلك طريقا آخر. الطريق الآخر، يسعى الشيطان لهذا الإنسان المسلم الذي امتنع عليه من أن يحمله على الكفر أو الشرك، يسعى لأن يجعله يبتدع في الدين ما ليس من الدين. فإن كان هذا المسلم من أهل السنة وامتنع عليه، يسلك معه الشيطان طريقا آخر. الطريق الآخر، يغريه بالمعاصي الكبيرة، فإن لم يفلح وامتنع هذا المسلم عن أن يقع في كبيرة، يدفعه إلى صغيرة، فإذا فعل صغيرة وأصر عليها انقلبت إلى كبيرة، إذا فعل صغيرة وأصر عليها انقلبت إلى كبيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالشيطان يأس أن يعبد في أرض العرب في الجزيرة، ولكنه رضي فيما تحقرون من أعمالكم. فهذه الصغائر التي تبدو للمسلمين صغائر، حينما يصرون عليها انقلبت إلى كبائر. والتيار الكهربائي إذا انقطع كل أجهزة البيت تتعطل، فإذا كان هذا الانقطاع مليمترا أو مترا، النتيجة أن هناك انقطاع. فالصغائر إذا أصر الإنسان عليها حجبته عن الله عز وجل وأصبحت كالكبائر. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صغيرة مع الإصرار. فالشيطان يسعى إلى أن يقع الإنسان بالكبائر، فإن امتنع عليه دله على الصغائر. يقول المسلم: أنا لا أزني ولا أسرق ولا أشرب الخمر ولا أقتل. جميل، هذه كبائر، فما بال هذه المخالفة وتلك المخالفة وهذه المخالفة وهذه المعصية؟ يتوهمها صغائر هي في الحقيقة تحجبه عن الله عز وجل. فهذه محقرات الذنوب يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، محقرات الذنوب، الذنوب التي لا يلقي لها المسلم بالا. ماذا فعل؟ لم أرتكب كبيرة، لم أسرق، لم أقتل، لم أشرب، لم أزني، ولكن هذا إطلاق البصر والاختلاط والجلوس وراء الأعمال الفنية التي يمضي بها الإنسان إلى منتصف الليل. ماذا يفعل؟ يقول لك: لم أفعل شيئا،
وقع في التي توهمها صغائر وقطعته عن الله عز وجل، وأصبح الطريق إلى الله غير سالك، وقال ماذا فعلت؟ إنها محقرات الذنوب، هي عنده محقرات الذنوب، ولكنه حينما أصر عليها أصبحت قواطع الذنوب. أيها الإخوة الكرام، يسعى الشيطان لأن يوقع هذا المسلم بالصغائر وأن يصر عليها، فإذا امتنع عليه يسلك معه طريقا آخر، يغريه بالمباحات، أشياء المباحة، يغرق في المباحات، يغرق في الزينة، يغرق في تنوع ألوان المتع في حياته، كلها مباحة، فإذا أمضى وقته في المباحات فقد غفل عن الله عز وجل. يقول لك أنا مالي ولا معصية ولا صغيرة، ولكنه غارق في قمة رأسه في المباحات، هذه المباحات مشغلة تشغله عن الله عز وجل، تشغله عن ذكر الله، تشغله عن طلب العلم، تشغله عن نشر العلم، تشغله عن أجل الأعمال. فإذا امتنع المسلم عن الشيطان من أن ينشغل بالمباحات سلك معه طريقا آخر. ذكرت لكم أول الخطبة أن الشيطان ذكي جدا، يحاول الآن ماذا يفعل معه؟ يشغله بالعمل المفضول ويبعده عما هو أفضل منه، يشغله بسنة ويغريه بترك فريضة. لا بد من أن تقبل الحجر الأسود، فإذا به يدفع المسلمين ويؤذي المسلمين ويسيء إلى المسلمين، يغريه بسنة ويدع من أجلها فريضة وهي الحفاظ على سلامة المسلمين. أيها الإخوة الكرام، فإن لم يفلح في أن يحمله على سنة تشغله عن فريضة، لا بد من أن تحج كل عام، وله أولاد بأشد الحاجة إلى الزواج، يغريه أن يحج كل عام 30 حجة، بيقول لك 33 حجة، وأولادك الذين شارفوا الحرام قاربوا الحرام وهم في أشد الحاجة إلى معونتك، وهم في أشد الحاجة إلى أن تحصنهم، شغله بحج نفل عن فريضة وهي أن يرعى أولاده ويهيئ لهم مستقبلا. الشيطان أحيانا يغريك بسنة ليشغلك بها عن فريضة، أو يغريك بمستحب ليشغلك بها عن فريضة، يغريك بعمل مفضول ليبعدك عن عمل أفضل منه. أيها الإخوة الكرام، هذا من حيث المضمون. أما من حيث الشكل، يسلك الشيطان مع الإنسان خطوة خطوة، لذلك قال تعالى: كلوا مما رزقناكم، دققوا في هذه الآية، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الذين دعوا إلى أن تتفلت المرأة من الضوابط الإسلامية بدأوا بكشف الوجه ثم كشف الشعر، وما زالت المرأة تنتقل من معصية إلى أخرى حتى بدت وكأنها في بيت زوجها، حتى بدت وكأنها في غرفة النوم، هكذا من معصية إلى معصية، من تكشف إلى تكشف، من انحراف إلى أشد. لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان يدعوك إلى أن تدعوها إلى الله لهذه المرأة في خلوة، يدعوك إلى أن تدعوها إلى الله في خلوة، فإذا بك، فإذا بالشيطان ينقل هذا الإنسان من خطوة إلى خطوة حتى يقع في الفاحشة. لذلك الشريف هو الذي يهرب من أسباب المعصية، من أسباب المعصية.
إن الشهوة التي أودعها الله في الإنسان كمثل صخرة مستقرة على رأس جبل، أنت مخير إما أن تدعها مستقرة وإما أن تدعوها إلى الوادي، أن تدعوها إلى الجرف، فإذا أردت أن تدفعها من مكانها لن تستقر إلا في أعماق الوادي. أما أن تتوهم أنك بعد مترين توقفها لا تستطيع، بعد 4 أمتار توقفها لا تستطيع، أنت مخير أن تدعها في حصنها الحصين أو أن تدفعها، فإذا دفعتها فلست مخيرا. أيها الإخوة الكرام، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان يدخل على الزاهد من باب الزهد، ويدخل على العالم من باب العلم، ويدخل على الجاهل من باب الجهل، ويدخل على الرجل من باب المرأة، ويدخل على الغني من باب المال. وللشيطان أساليب متنوعة يعالج بها كل إنسان على حدة بحسب مكانته وخصائصه. أيها الإخوة الكرام، خطباء كثيرون جزاهم الله خيرا يعالجون قضايا الشاردين، قضايا المتفلتين. هؤلاء الشاردون والمتفلتون لا يأتون إلى المساجد ولا يسمعون هذا الخطاب، وهؤلاء الذين في المساجد لا يعنيهم هؤلاء، إنهم منضبطون. لذلك الأولى أن نعالج مشكلات الذين يرتادون المساجد، أن نعالج مشكلات المؤمنين الذين يلقون السمع إلى كلمة الحق. فيا أيها الإخوة المؤمنون، من مداخل الشيطان على الصالحين، وكل إنسان آمن بالله وأراد أن يطيعه وطلب العلم وارتاد بيوت الله عز وجل هو من الصالحين. ما مداخل الشيطان على الصالحين؟ أول مدخل للشيطان عليهم التحريش بين المؤمنين، هذه الخصومات، هذه التمزقات، هذه العداوة والبغضاء، هذا الحسد، هذا التشكيك، هذا الإيقاع بين المؤمنين، هذا من فعل الشيطان الرجيم. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إن إبليس قد يئس أن يعبده الصالحون، ولكنه يسعى بينهم في التحريش. هذه مهمة الشيطان، فإذا وقعت بينك وبين أخيك عداوة فاعلم أنها من فعل الشيطان، إذا وقعت بينك وبين أخيك بغضاء هي من فعل الشيطان، إذا وقع بينك وبين أخيك تحاسد من فعل الشيطان. المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. الأصل إنما المؤمنون إخوة، الأصل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيا والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. الأصل المودة، الأصل الحب. يا رسول الله إني أحب هذا، قال اذهب فأعلمه ذلك، قال إني أحبك في الله، قال أحبك الذي أحببتني فيه. الحب، التناصح، التعاون. المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. هذا هو الأصل. ما لك ترى بين المسلمين ما صنع الحداد؟ ما لك ترى بين الجماعات الإسلامية ما صنع الحداد؟ ما لك ترى الطعن والتشكيك والإزدراء والاستعلاء؟
هذا كله من فعل الشيطان. أول باب من أبواب الشيطان على الصالحين أن يحرش بينهم، أن يلقي بينهم العداوة والبغضاء. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إن إبليس قد يئس أن يعبده الصالحون ولكن يسعى بينهم في التحريش. قال المفسرون شراح الحديث: بالخصومات والشحناء والفتن. ومن حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب أي لأرجع إلى بيتي، فقام معي ليرافقني، فمر رجلان من الصحابة من الأنصار، فلما رأيا النبي أسرعا، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسليكما، إنها صفية بنت حيي، وفي رواية: إنها زوجتي صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: دققوا الآن، هذا كلام النبي الذي لا ينطق عن الهوى. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا فيقال شيئا. هذه القصة يجب أن تعمم على كل شيء. وضح الحساب، وضح العلاقة، وضح لماذا أنت في هذا البيت، وضح لماذا فتحت الدرج في المحل. وضح. البطل هو الذي يفعل شيئا له تفسير واحد. البطل هو الذي لا يضع نفسه موضع التهمة ثم يلوم الناس إذا اتهموه. لا تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك. اجعل من هذه القصة منهجا لك. وضح، بين، صرح. البيان يطرد الشيطان. هذه زوجتي صفية. من القائل؟ سيد الخلق وحبيب الحق. قالوا: يا سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا. أيها، هذا الحديث في البخاري. وسليمان بن صرد أحد أصحاب رسول الله كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلان يستبان يشتم بعضهما بعضا، فاحمر وجه أحدهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فهذا الغضب الشديد، هذا الغضب المجنون من الشيطان، هذا الغضب الذي يعطل عقل الإنسان من الشيطان. فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان شيء فاستعذ بالله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أول مدخل للشيطان على الصالحين التحريش بين المؤمنين، وثاني مدخل للشيطان على الصالحين تزيين البدعة. أيها الإخوة الكرام، بعضهم بسذاجة مضحكة يضع حديثا لا أصل له لتخويف الناس من النار أو لحملهم على التقرب إلى الله عز وجل. فإذا واجهتهم بافترائهم على رسول الله يقولون: إنما نكذب له لا عليه، نكذب له. الشيطان حينما يحمل المسلم الساذج على أن يبتدع شيئا ما فعله النبي لتخويف الناس أو لدفعهم إلى العمل الصالح، هذا من فعل الشيطان ولكن بمكر شديد. أحيانا نخترع عبادات لا وجود لها في الإسلام، هذه العبادات تحمل المسلمين فوق ما يحملون، تحملهم فوق طاقتهم.
عندئذ ينصرفون عن الدين. منهج النبي عليه الصلاة والسلام منهج أمثل يسع كل المسلمين إلى يوم الدين، وهذا المنهج فعال لدرجة أنك إذا طبقته تستطيع أن تصل إلى أعلى درجة في الإيمان بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام، دون زيادة، دون أن تزيد في العبادات ولا في الأذكار ولا في أي شيء آخر. فلذلك تزيين البدعة واختراع شيء ليس من الدين من فعل الشيطان، وهو من مدخل الشيطان على الصالحين. يا أيها الإخوة الكرام، حقيقة يجب أن تكون واضحة جدا بين أيديكم. الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بنص ثابت. أما في العبادات الأصل فيها الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بنص ثابت، من أجل أن يستمر الدين كما بدأ، من أجل أن تكون مسيرة الدين واضحة جلية منضبطة. أيها الإخوة الكرام، في مدخل على الصالحين ثالث، على الصالحين تضخيم جانب على حساب جانب. فهناك إنسان مقصر جدا في الطاعات لكنه يبالغ في الصلاة إلى درجة أنه يصلي النوافل ويدع بعض المنهيات ويقع في بعض المحرمات، ماذا يفعل؟ وهو لا يشعر، يسلك سلوك التعويض. حينما يختل توازنه من اقتراف بعض المعاصي يحاول أن يغطي هذا الخلل بمبالغة في الصلوات. فإذا صليت النوافل كلها وكنت متلبسا بمعصية متعلقة بالشهوة، إما بامرأة أو بكسب المال، فهذه الصلوات الزائدة لا تلغي هذا التقصير. فلا بد من التوازن، لا بد من أن تسير على الخطوط الثلاثة معا كي تتفوق. فإذا أخذت خطا واحدا على حساب الخطين الآخرين، إذا سلكت في خطين على حساب الخط الثالث تطرفت وغلوت في الدين. أيها الإخوة الكرام، هناك من يقول الدين معاملة، أنا أعامل الناس أطيب معاملة ولا شيء بعد ذلك. ضخم المعاملة وأهمل العبادات، ضخم المعاملة وأهمل العلم. تضخيم شيء على حساب شيء من مداخل الشيطان على الصالحين. هناك من يقول أهم شيء حفظ القرآن الكريم، وحفظ القرآن الكريم من أعظم الأعمال، أما أن أكتفي به وأن أدع منهج الله الذي يزيد عن 100,000 بند، هذا أيضا مدخل. أن أضخم هذا على حساب أصول الدين، على حساب الأمر والنهي. احفظ القرآن وطبق القرآن، أقول لك احفظ القرآن وطبق القرآن، احفظ القرآن وتدبر آيات القرآن. أحيانا يقول لك القضية بالنية، يا أخي أنا نيتي سليمة، أفعاله كلها منكرة لكن نيته سليمة، ماذا فعل هذا؟ أخذ النية الطيبة وضخمها وجعلها هي الدين وأهمل كل شيء. أحيانا العمل الصالح الذي أنت مخلوق من أجله، إذا خلطت به عملا سيئا نشأت مشكلة كبيرة جدا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. لا بد من التوازن، لا بد من أن تؤدي كل شيء حقه، لا بد من أن تؤدي لكل شيء حقه. أحيانا يقول لك يجب أن أكثر من ذكر الله، هذا أمر إلهي، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، لكن إذا حققته بالدرهم والدينار لا تراه في مستوى ذكره، لا ترى ذكره صارخا في معاملته، صار في خلل، صار في عرج. الذاكر لله عز وجل لا يأكل لقمة من حرام،
لا يبتز أموال المسلمين. أيها الإخوة، أخشى ما يخشاه الغيور على مصالح المسلمين أن نقع في هذه الأمراض، أن نبالغ في شيء وأن نقصر في أشياء، فنجعل من هذه المبالغة تغطية لهذا التقصير. هذا خطأ كبير. أيها الإخوة الكرام، هذا على المستوى الفردي. أما على المستوى الجماعي، بعضهم ينشغل بدراسة واقع المسلمين ودراسة واقع أعدائهم، ويتبحر ويقرأ ويؤلف، فإذا سألته عن الإسلام لا يعلم عنه شيئا، لكن كل الذي يعلمه عن أعداء المسلمين وعن واقع المسلمين السيء السلبي. فإن سألته عن أصل العقيدة، عن أصل هذا المنهج، عن القرآن الكريم، بعيد جدا كل البعد. هذا انشغل بموضوع جانبي عن أصل الإسلام. بعضهم يهتمون بلك واعتصموا بحبل الله جميعا، يريد أن يجمع كل الأطراف في بوتقة واحدة، مع أن هناك أطراف لا تجتمع، يعني يحاول أن يجر الجميع إلى شيء واحد، وهذا الشيء الواحد موهوم. فأيضا لا يجتمع ضوء وظلام في وقت واحد، هما نقيضان، وأحيانا في تناقضات خطيرة جدا بين الأطراف، فإن أردت أن تجمعها هذا جمع مستحيل، جمع غير واقعي. فعلى مستوى فردي هناك من يضخم جانب العبادات على المعاملات، هناك من يضخم المعاملات على العبادات، هناك من يضخم السلوك على العقيدة، هناك من يضخم الاتصال بالله على كل شيء آخر. لا بد من التوازن. في الدين كلية معرفية وكلية سلوكية وكلية جمالية، لا بد من عقيدة صحيحة هي الأصل، ولا بد من سلوك منضبط، ولا بد من اتصال بالله، هذا هو التوازن. ولا بد من أن تعرف أصول الدين قبل أن ترد على خصوم المسلمين، لا بد. أكثر الناس الآن منشغلون بالخلافيات التي يسمعونها في الحواريات في المحطات، وينسون أصل الدين. هذا انحراف أراده الشيطان من أجل أن يشغلنا عن حقيقة هذا الدين. أيها الإخوة الكرام، هذا مدخل ثاني من مداخل الشيطان. المدخل الثالث هو التسويف والتأجيل بطول الأمل. بعد أن أنتهي من الدراسة أتوب إلى الله، بعد أن أعين في وظيفة أتوب إلى الله، بعد أن أحج بيت الله الحرام أتوب إلى الله، بعد أن أتزوج أتوب إلى الله. هذا التسويف من فعل الشيطان. كم عازم على الجد سوفه، وكم فاعل إلى فضيلة سبطه، وكم من عابد زهده في عبادته. التسويف. شيء آخر، أحيانا يوقعك في الغرور بالكمال الزائف، أنه أنت إنسان متميز، لك علم لا يعرفه الآخرون، ولك استقامة لا يطمع إليها الطامعون. هذا الوهم بأنه على كمال عال جدا هو حجاب بينه وبين الله من فعل الشيطان، أوقعه في الغرور. فالكمال الزائف أحد مداخل الشيطان على الصالحين. النظرة إلى الذات أيها الإخوة مدخل آخر، إما أن يوقعه في الغرور، وإما أن يوقعه في ازدراء نفسه. دائما نحن مالنا أهل، نحن عبيد إحسان، مالنا عبيد امتحان، نحن ذنوبنا كثيرة، الله يغفرنا ويسامحنا. دائما منهار داخليا، الشيطان يضعضع ثقته بنفسه، نفسك مطيتك فارفق بها، أو يهمه أنه في مستوى رفيع الناس لا يطمحون إلى هذا المستوى. أيها الإخوة الكرام، مدخل سابع من مداخل الشيطان على الصالحين التشكيك. فالمستقيم قد يشك بنفسه، فقد يحمله الشك على ترك العبادة، وهذا من مداخل الشيطان. إن الجماعة ما وافقت طاعة الله عز وجل، فإذا
فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك على حق فأنت جماعة. إذا كنت وحدك على الحق فأنت الجماعة، الجماعة ما كانت على الحق. أما أن تقول الناس كلهم هكذا، هلا أكبر حجة للمتفلتين كل الناس على خطأ وأنت على صواب. إيه الله عز وجل قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كل الناس على خطأ وأنت على صواب، كل الناس على انحراف وأنت على استقامة. هذا من التشكيك، والتشكيك باب من أبواب الشيطان. يا أيها الإخوة الكرام، راجع نفسك واتهم نفسك. أما إذا كانت هذه المراجعة وهذا الاتهام يحملانك على ترك طاعة، فترك الطاعة من الشيطان. أنا لا أصلي خوف أن يقول الناس عني مرائي. أحد التابعين يقول إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزد الصلاة طولا، زدها طولا. إياك أن تجعل من مراجعة نفسك ومن خوف الرياء سبيلا إلى ترك العمل الصالح، فهذا من الشيطان. والمدخل الثامن والأخير أيها الإخوة هو التخويف. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوا. يلقي في قلبك أنك إذا صليت في مشكلة، أنك إذا دخلت المسجد في مشكلة، أنك إذا حضرت هذا الدرس في مشكلة. هذا من الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الإله الواحد الأحد الفرد الصمد هو الذي تولى أن يدافع عنك، هو الذي تولى أن يكون وليا لك. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. أو يعدكم الفقر إن أردت أن تنفق مالك، يعد الشيطان أولياءه الفقر. الآية الكريمة الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الرد على هاتين الآيتين، على هذين التخويفين، الرد على هذين التخويفين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين.